السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية كنا مع اتصال من قبل من سلا مع أختنا نزهة. نزهة تقول بأنها تعاني من مشاكل شديدة مع زوجها، تعرضت لما يسمى بسحر التفرقة. الزوج عاشت معاه سنوات طوالا وكانوا على المودة والرحمة وداروا وليدات، ولكنها دخلت على الخط امرأة ثانية في منطقة بعيدة واستعملت ما يسمى بسحر التفرقة، والرجل خرج ولم يعد. الآن أختنا نزهة غلبت على أمرها، عند أبناء في سن المراهقة النفسية والفكرية والبدنية، وغلبت على أنها تربيهم تربية اللي هي عادية بسبب غياب الأب. نزهة هي امرأة ضعيفة، ومع هذا تتعاطف مع الضعفاء وكتقسم معهم لقمة عيشها. داكشي اللي صورته كتقلب على الضعفاء والمساكين وتقسم معهم بالنص اللي كسبته من عرق جبينها، ودائما تبكي على الله تعالى بأن يهدي الله الزوج ويعود إلى رحاب الأسرة، وتدعو الله تعالى دوما بأن يعينها على تربية أبنائها. عند ذكر وأنثى في سن حرجة محتاجين إلى الرعاية والعناية والتوجيه. حينما تغلب نزهة كتبقى دائما مع البكاء، تبكي بالليل والنهار، تبكي على الله تعالى، ثم تخرج تتصدق على الفقراء والمساكين راجية من الله اللطيف بالعباد أن يجمع شملها ويهيئ لها من أمرها رشدا. اتصلت قبل قليل وطلبت من المستمعين والمستمعات، طلبت منهم أنهم يرفعون أكف الضراعة إلى الباري في هذه الليلة، ليلة الجمعة، هذه الليلة المباركة، وفي هذا الوقت المتأخر من الليل لعله يكون ساعة إجابة، وتطلب منكم أن تؤمنوا على دعائها لعل ربنا عز وجل يتقبل منكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، هذه أمتك أختنا نزهة تعرف قوة إيمانها ويقينها، وتعرف حبها للمساكين وللضعفاء رغم أنها هي الأخرى مسكينة، وتعلم اجتهادها في العمل الصالح وفي الذكر والمذاكرة. اللهم يا رب إنها قد اشتدت بها الأمور، نسألك يا مولانا أن تجمع بينها وبين زوجها على المودة والرحمة. اللهم نسألك أن تبطل هذا السحر الذي فرق ما بين الزوج وزوجته، ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم بإذنك يا كريم يا حنان يا قوي يا جبار يا قهار، نسألك اللهم أن تبطل مفعول هذا السحر، وأن تعيد لأختنا نزهة زوجها، واجعلهما يعيشان على المودة والرحمة، وأعنها يا مولانا على تربية أبنائها. اللهم أعن بنتها على الإيمان والصلاح والاستقامة، وابنها على الدراسة وعلى أن يكون قرة عينها. اللهم يا رحمن يا رحيم، وتقبل منها صدقاتها للفقراء والمساكين، إنما تقوم بذلك لوجهك برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين لنيل رضاك. فاللهم عجل لها بالفرج، عجل لها بالفرج. اللهم شافيها وعافيها، واجعل هذه الليلة آخر أحزانها. اللهم إنك تعلم ما في قلبها وضامرها، فعجل لها بالفرج. أيها الأحباب قولوا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحاج كريبة، أهلا وسهلا بك أخويا. كي داير يا سيدي؟ بارك الله فيك مولاي، الله يعزك، جزاكم الله ألف خير. الحمد لله. وتنطلب منك الحاج الله يجازيك بخير باش تدي معايا راه متهديين، وتنصلي ما عندي واحد الولي يدعي معايا والمستمعين يقولوا آمين. راه تنكمل قارو. لا إله إلا الله. الله يجازيك بخير ويخليك دائما منور. بارك الله فيك أخويا سعيد، بارك الله فيك، جزاك الله ألف خير أخينا سعيد من تازة.
كما قال كما سمعتم رجل متدين، ويبدو من خلال طريقة كلامه قلبه فيه النية، رجل صادق فطري، ولكن ابتلي ببلية السجائر. والسجائر في العادة إذا سولنا أي واحد هل تذكر أول سيجارة قمت بإشعالها وتدخينها، كنا كنديروا واحد العمل مع بعض فعاليات المجتمع المدني، كنجمعوا شباب وفتية كيدخنوا، والطريقة ديال إقناعهم على الإقلاع عن التدخين كتسول أي واحد سؤال اللي هو تقليدي وروتين: هل تذكر أول مرة وأول سيجارة قمت بإشعالها؟ احكي لنا عن الظروف. فكتلقى بأن كل واحد كيرجع بالخيال إلى الماضي، إلى سنين، وغالبا في الطفولة أو لما كان في المدرسة، والكثير كانوا في التواليت ديال المدرسة. كيقول لي غير جرب، خذ واحد النطرة وغتشعر بواحد ملي كيستعملها يتتأب، كيقول لي هذه غير الأولى كتكون صعيبة ومن بعد تعود سهلة. وهكذا إذا سولناه أشنو هو الدافع، كيقول لك التقليد الأعمى. هل هناك من دافع؟ هل هي خبز؟ هل هي طعام؟ هل هي فواكه؟ هل هي خضروات يحتاج إليها الجسم؟ كلا، هي سم قاتل. حتى أن التجار السجائر أصحاب الشركات الذين يصنعون السجائر كيكتبوا على الغلاف تاع الغشاء كيقولوا السجارة تقتل، فيماسيتوي السجارة تقتل، ويصرحون بها. ثم بعد ذلك كنقوم بهذا الوليدات اللي كيدخنوا واحد الجولة إلى المستشفى الجامعي، كيمشيو للديبارتمون ديال الأمراض الصدرية، قسم الأمراض الصدرية، وكندخلوا كنلقاو عدد ديال الناس ناعسين في الغرف ديال المستشفى، كلهم مرض بالصدر يتتأبون، والرية أكلت والأسنان تساقطت واللثة اسودت والحالة ضعيفة والبصر وطلع عليهم السكر والطنسيون وهرم قبل الوقت. وما هو السبب؟ ما الذي أوصلك إلى هذا؟ إنها السجارة، السجارة تقتل. فهذه الوليدات كيديروا واحد الجولة وكيشوفوا هؤلاء الناس مرضى بأمراض الصدر وأمراض الربو، السبب هو السجارة. هنا كيبدأ واحد النوع من الفكر أنه يقلع عنها ويتأكد بأن السجارة هي فعلا سم قاتل. ولا نقول بأنها هل هي حلال أم حرام، كان بعض العلماء حتى في الأزهر الشريف، في فترة الأزهر الشريف ساد هناك في مصر، ساد هناك اعتقاد بأن السجارة حلال. لماذا؟ لأن بعضهم قال غير مذكورة في القرآن، القرآن الكريم مذكور فيه الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. التحريم إنما كان للخمر ولمشتقاته، وكل ما هو يخدر، ما أسكر قليله فكثيره حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فقالوا بأن السجارة ليست خمرا ولا هي من مشتقات الخمر، وأفتوا بجواز أن الإنسان يستعمل السجارة. والابتلاء هو أن بعض العلماء، علماء يجلسون على كراسي العلم، وحينما ينتهي يأخذ سجارة ويدخن أمام الطلبة. وانتشرت هذه الظواهر، حتى هناك أسماء لامعة لا ينبغي أن نذكرها، معروفة أنها أصيبت بهذا المرض. ولكن فيما بعد اعترض عليهم علماء آخرين أجلاء، وقالوا بأن حكم الشرعي في السجارة مستنبط من قول الله تعالى مبين المقاصد البعثة النبوية، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أن سيدنا محمد بعث لهذه الأمة من أنفسهم، لماذا بعث؟ ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا بأن الأحكام ديال الدين في الشريعة دائرتين، هناك دائرة الطيبات ودائرة المحرمات. السجارة أين نضعها؟ واش في الطيبات أم الخبائث؟ هل هي طيبة أم هي طعام كله شرب؟ عندنا تصنيفين لا ثالث لهما، إما دائرة الطيبات وإما دائرة الخبائث. فإن وضعناها في الطيبات فهي حلال، وإن وضعناها في الخبائث فهي حرام.
لعلكم جميعا تعلمون، هل إذا أخذ الإنسان سيجارة هل يقول بسم الله؟ هل يقول بسم الله؟ لاحظ إذا أكلت طعام أو شربت شراب تقول بسم الله، ولكن في السيجارة هل تقول بسم الله؟ طبعا لا. ثم وأنت تدخن تحرص على أنك تبتعد عن المقربين إليك، لأن هناك أذى يلحق بالمقربين، بزوجتك، بأولادك، بفلدة كبدك. وحينما تنتهي من السيجارة ماذا تصنع لها؟ هل تقول الحمد لله؟ لا، وإنما ترميها تحت قدمك وتسحقها برجلك، لأنك تعلم في أعماق نفسك بأنها كلها مضرة. لكن الواقع لا يكاد يرتفع، الناس الذين ابتلوا بالسيجارة في ظرفية لم يكن يعرفون الأحكام الشرعية ولا يعلمون الأضرار المادية والجسمية والنفسية لهذه البلية، وقد ابتلوا. يقول لك إذا ابتليتم فاستتروا، هذا الابتلاء كيف نعمل على إزالته؟ أخونا سي سعيد يطلب منا الدعاء، ولكن قبل الدعاء لابد أن نأخذ واحد السلسلة ديال المبادرات. أول شيء يكون عندي يقين بأن السيجارة مضرة، وأنني أدخل إلى نفسي سما وأبدر المال. نحسب شحال من واحد النهار واحد السيدة لعبت معه، قلت لها أجي نلعبوا أنا وياك، غنديروا واحد العملية حسابية. أنت دابا الآن 30 عام وأنت كتدخن، وكيدخن ديك السيجارة الفاخرة لا داعي لذكر اسمها، وخاد الحاسوب الكالكلاتريس وبدا كيحسب كل يوم تقريبا عنده 30 إلى 50 درهم ديال السيجارة مع المقهى ديالها. وملي حسبها في 30 عام لقى بأنه ثروة كبيرة ممكن أن يشتري بها بيتا ضخما، وهو مكتري ومحكوم عليه بالإفراغ. لو أنه وفر ثمن السيجارة كان غادي يوفر لوليدته بيتا قد يكون في طراز رفيع، ولكنه ضيع هذا المال. فأول شيء الإنسان يحرص على أنه يكون عنده قناعة بأن هذا ضرر. ثم بعد ذلك كيوصي الخبراء أن الإنسان يكثر من شرب الماء. ديما يكون عندك واحد القرعة ديال الماء قريبة منك، كتشرب الماء، شرب على الأقل لترين في اليوم إلى أكثر، كل ما شربتي أكثر كان أحسن. لماذا؟ لأن الماء يطفئ النار. ثم تبتعد عن الأصدقاء اللي كيدخنوا. كاين بعض الناس كيجلس مع أصدقاء إما في المقهى أو على قارعة الطريق كيدخنوا، وخاوي يبغي يقلع ولكن غادي يشم الرائحة أو أنه سوف يقع له إغراء وغيخرج تزارة. فنبعد من الأصدقاء اللي هما كيدخنوا، ونقول لهم جزاكم الله خيرا، ملي نكون معكم أرجوكم ابتعدوا عن دائرة التدخين. ثم بعد ذلك اللسان، اللسان الذي يدخن لا يستطيع أن يذكر الله إلا قليلا. عمركم شفتوا شو واحد يدخن يكثر من ذكر الله؟ ما يقدرش. إذا ذكر الله تعالى يذكره قليلا، لأن اللسان خصو الطهارة. وحينما نبدأ بالذكر نقلع عن التدخين. لذلك يوصوا بعض الخبراء أن الإنسان عوض أن يمسك بأصابع سيجارة فليمسك سبحة. السبحة شدة في الدو، لما نقول واش بدعة ولا سنة، هي وسيلة من الوسائل. نميز في الدين بين المقاصد والوسائل. المقاصد ثابتة والوسائل متغيرة، هي آليات للاشتغال، هذه استراتيجية. كناخذ السبحة وكنقول المدخن شدة في يديك دائما وبقى تخرج الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، كيبقى يقولها ويعودها. اللسان يخرج مادة منشطة تنسيك النيكوتين. النيكوتين الموجود في السجائر تبدأ تنساه تدريجيا، لأن الذكر يؤدي إلى إفراز مواد أخرى في الدماغ وفي النفس، مواد نورانية تجعلك أكثر قوة، أكثر صلابة، وأكثر سعادة، وأكثر قدرة على مواجهة مشاكل الحياة. أما النيكوتين فهو يعطيك حالة من النشوة المؤقتة، لكن سرعان ما تنقلب إلى مضرة كبيرة. على كل حال أخونا سعيد فضفض لنا وقال لنا بأنه رجل متدين لكن عنده هذه البلية ويحتاج إلى دعوتكم أيها المستمعون والمستمعات الأفاضل والفضليات. فاللهم يا رحمن يا رحيم، ديروا معنا واحد الفتحة. أخونا سعيد، اللهم يا رب قدره على أن يتغلب عن هذه السيجارة، اللهم انزعها من قلبه وانزعها من فؤاده وانزع الرغبة فيها من نفسه يا رحمن يا رحيم، وابليه بالقرآن وبالذكر وبالصلاح وبالرياضة
والمشي السريع مبكرا، وابليه يا رب العالمين بأفعال الخير والبر، وكل من يدخن وعنده هذه الرغبة للإقلاع اللهم أعنه، اللهم يسر له، اللهم بارك فيه، واحفظنا يا ربنا من الأضرار والأسقام والعلل، واجعلنا من عبادك الراشدين. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.